ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. وقفنا المره اللي فاتت لما حسن قال حاجه لمجده علشان ينقذ بيها ابنه، هو ده اللي خلاها تغضب قوي. وده لما قال لها هو ده الحل الوحيد علشان الموضوع ده يخلص زي ما انا بخطط له بالظبط. اتكلمت مجده بغضب وقالت له قلت لك قبل كده على جثتي يا حسن، انت اتجننت يا راجل، انت احنا هنصلحها من ناحيه عشان نبوظها من الناحيه التانيه. طب ولو قلت لك خليكي واثقه فيا هتقولي ايه؟ انا عمري ما اعمل حاجه، انا مش عارف عواقبها هتبقى ايه يا مجده. ربنا يستر، انا مش مطمنه للموضوع ده. وعند عفاف كانت جهزت النجرسكو واخدت الصينيه وراحت بيها على البيت عند سهير، اللي اول لما شافت النجرسكو قالت انا مش عارفه البتاع اللي عامل زي العجين اللي في قلب بعضه ده انت بتحبه ازاي؟ طيب لما المكرونه دي يبقى جواها لحمه مفرومه تبقى مبلوعه شويه، لكن كمان تحط جواها فراخ بيضه كده كله ابيض فابيض، هنقول ايه؟ عاد يا سهير يا خيتي، جيل اليمين دول هيحب كل حاجه غريبه. بالعكس دي طعمها زين قوي ياما، فعلا ياما طعمها زين قوي، انا احبها وهطلبها كتير في الجامعه. معلش يا عمته هخليكي تاكلي حاجه انت ما بتحبهاش، بس والله انا كان نفسي فيها من زمان. اوعاكي تقولك ده مره تانية، انت تطلبي اللي انت رايداه ويجيلك في الوقت والحال. تعمل ايه يا باشمهندس؟ سمعني كده، اصل السمع مش تمام اليومين دول. لا مفيش شيء، لو سمحتي ياما جيبي لي الشاي على اوضتي. واليوم ده عند حسن كان واقف مع صفاء وبيقول لها بدلع، هو ايه؟ انا ما بعملش حاجه ببلاش، بقولك انا مش بتاع جو العيال الفرافير ده، انا عاوز اتجوزك. اي نعم عرفي، بس هرحمك من الشغل اللي انت بتشتغليه ده، برضو اعرف هتدفع كام. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، وبعدين اوعى تكون صدقت الكلام اللي قالته لك امك الكركوبه دي عليا، ان انا يعني عيني من ابنك ولا حاجه، ده عيل لسه بشرط، هو انا برضو هبص للعيل ده؟ لا يا جميل، انا عارف انت واحده كبيره وعايزه برضو واحد ناضج يظبطك. وفي الوقت ده كان اسامه في اوضته، دخلت عليه امه وقالت له بغضب قوم تعالى، قوم يا موكوس شوف الزفته اللي انت بتقول عايز تتجوزها، واقفه مع ابوك وبتقول له ايه؟ وهي صفاء هتقف مع بابا ليه؟ وسعي كده يا ماما. وراح فعلا اسامه مع امه، واول لما وصل عند السلم في الطلعه بتاعه المشغل شاف ابوه هو وصفاء واقفين مع بعض، هو صفاء مايل عليه كده بطريقه مش حلوه، هو بتقول له والله انا شكلي هحبك قوي، انت شكلك راجل راجل بجد، يا لهوي عليك وعلى جمالك، يعني انت عمرك ما حبيتي اسامه خالص؟ اسامه مين ده؟ ما انا قلت لك ده عيل بشرط، هو انا على اخر الزمن هبص الواد زي ده؟ ده هو اللي بيجري ورايا ودايما يقول لي انا بحبك ونفسي اتجوزك، لكن انا ولا على بالي خالص. وقتها قرب منها اسامه وقال لها وهو بيمسك ايديها بحده اه يا زباله يا واطيه يا حقيره، هو انا اللي بقول عليك انك بتحبيني وبتعملي كل حاجه عشان انت عاوزاني اتجوزك في اسرع وقت وتطلعي كده مع كل واحد شويه؟ وانا اللي ما صدقتش لما جدتي وامي قالوا لي كده. اتكلمت صفاء ببجاحه وقالت له احبك ايه يا عيل انت؟ يا واد انا لو كنت اتجوزت بدري شويه كنت خلفت قدك، هو انت كنت بتصدق الكلمتين دول؟ الكلمتين دول يا حبيبي كنت بقولهم لك عشان لقيتك عيل اهبل واهطل وامك هبله زيك وبتدي لك فلوس كتير، فانا اولى بقى بالفلوس دي. اخرسي اخرسي خالص، انا مش عاوز اسمع صوتك، انا خلاص لازم اتكلم مع تيتا وتغوري من هنا في 60 داهيه. اهدى يا اسامه اهدى يا حبيبي، انا هطلع اتكلم مع محسين واشوف الحكايه دي. نزل اسامه بعد ما طبطبت عليه امه، وساعتها حسن طلع لام حسين وقال لها على اللي حصل. وقتها ام حسين قالت حقك عليا يا استاذ حسن، والله البت اصلها حمرت شغل وشايله عني شغل كتير قوي، صعب ان انا اخليها تسيب الشغل هنا، بس اوعدك ان انا مش هخرجها بره باب المشغل تاني وهخليها هنا على طول. يا ام حسين انا مش زي امي، امي جت وقالت لك كلمتين وانت رديتي عليها، لكن انا كله الا يمس ولادي، المره دي اسامه، المره الجايه هيبقى بعد الشر مها، ساعتها انا مش هيهمني اي حد. لا 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 يا استاذ حسن ما تقلقش خالص، والله انا هزعق مع البت دي ومش هخليها تتعامل مع اي حد هنا في البيت. نزل حسن، وساعتها كانت صفاء قاعده على المكنه بتشوف شغلها، قربت منها ام حسين وقالت لها بحده بقول لك ايه يا صفاء، انا بحبك او ما اقدرش استغنى عنك اه، لكن لحد ان انت تخلي سمعه المشغل وحشه لا يا حبيبتي، دي سمعه مكان وما ينفعش تتلط، وانا بقى اللي هلطها ان شاء الله ولا ايه؟ ولا انت مش واخده بالك ان انا اللي شايله الشغل فوق دماغي؟ جرى ايه يا ام حسين؟ صفاء انا قلت لك وحذرتك بلاش الحاجات دي، لو عاوزه تلعبي يا حبيبتي العبي بره، ما تلعبيش هنا في مكان الشغل. عماله تقولي شغل شغل، هو هنا في حاجه عدله؟ ولا الواد ولا ابوه بلا نيله. خلاص يا ستي الرساله وصلت، بعد كده انا هبقى اعمل اللي انا عايزاه بره. حاجه تانية يا ام حسين، وطلع حسن لاسامه ابنه اللي كان مصدوم في اوضته وقال له
بص يا ابني، انت دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة المراهقة، لسه عندك 17 سنة، يعني عود اخضر ما تعرفش كتير في الحياة. واللي اسمها صفاء دي انت تأكدت بنفسك انها واحدة مش كويسة وما تستاهلش ان انت تزعل عليها. مشاعرك الجميلة الطيبة دي لازم تديها لواحدة تستاهلها، واحدة تجذبها. عندك حق يا بابا، عندك حق، بس والله انت ما كنتش تعرف هي بتقول لي ايه. انا كنت فاكر انها بتحبني بجد، لكن خلاص انا هتخطى المرحلة دي واشوف مذاكرتي عشان السنة الجاية ثانوية عامة، وانا لازم اجيب مجموع كبير علشان تفرح بيا. يا حبيبي انا فرحان بيك من غير مجموع ومن غير اي حاجة. ان شاء الله المرحلة دي هتعدي بسلام وانت هتبقى احسن بكتير. ونروح بقى عند فارس اللي كان قاعد في قطه مستني الشاي، وبعد شوية خبطت عمته عليه ودخلت له الشاي وقعدت جنبه وهي بتقوله بحب: هعرفك من عينك يا ولد اخوي، والله انت منورانا يا عمتي، وبجد البيت من بعد ما جيتي فيه وانت منوراه. أني الحال يا ولد مهران؟ لا طبعا، انت ورناد. بخصوص رناد، معقول الحب ده والعشق اللي هوعله في عينيك يا ولد اخوي من وقت ما جينا هنا، ولا كان قبل سابق؟ ايه اللي هتتحدثي عنيه ده يا عمتي؟ جبتيه من فين الحديد ده؟ كيف ما قلتلك من عينيك، ولا انت نسيت ان انا اللي مربيك يا ولد مهران ومهملك وانت عندك 6 سنين؟ نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا عمتي، لكن طالما وصلت لمرحلة العيون انا رايد اعرف لو اتجدنت رناد هتوافق ولا ترفض. انت امها وقدر حد بيها. اللي اقدر اقوله لك اني حاسه بحاجه، لكن انت محتاج وقت عشان توصل للي في راسك. عموما نطلب يدها من ابوك، ما هو ليا امرها دلوك، ونشوفه لو وافقت يبقى تمام وهي رايداك فعلا، اما بقى لو رفضت يبقى انت مش في راسها خالص يا ولد مهران، ووقتها المفروض انك تتوكد انها مش ليك. هتقولي ايه يا عمتي؟ ربنا يستر. وفي الجامعة عند رناد كانت داخلة القسم بتاعها، لكن لقيت حد بيوقفها وبيقول لها: ما جيتيش ليه اليومين اللي فاتوا يا رناد على الجامعة؟ جلكت عليكي وما خبرش رقمك عشان كنت اطمن. تطمن على ايه؟ يعني خفت يكون فارس زعج وياكي ودايجك بحديثه وهيمنعك بقى من الجامعة؟ ايه يا مازن الاوفر اللي انت فيه ده؟ مش للدرجة دي، هو كل اللي قاله ان لازم البنت تخاف على سمعتها، وان احنا هنا في الصعيد، وان يعني مفيش حد يعرف ان انا وانت قرايب، هو ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض عشان ما يتقالش عننا كلمتين مش كويسين. انا شايفه ان كلامه ما فيهوش اي حاجه غلط، ولا ايه؟ لا ما فيهوش غلط واصل. طب انا كنت رايده اتحدت وياكي في موضوعك ده، هتسمحي لي اتحدت؟ رينات باستعجال: طب بسرعه يا مازن، اصل المحاضره خلاص فاضل عليها 10 دقايق ويدوب على مطلع الدور الرابع. انا احبك يا رينات. انت قلت ايه؟ قلت أحبك، ومن أول لحظة لمحتك فيها لما كنت هتتمشي في البلد، وحصل المشكلة بينك وبين ماهر لما عكسك وعرفنا يعني إنك بنت عمتي، وإنتي ما تطلعيش من راسي واصل يا رناد. ساعتها رناد كانت مصدومة ومحرجة ومش عارفة تقول إيه. وقتها مازن قال: مالك يا رناد، اتخشبتك ده ليه؟ هو في شيء أنا معرفوش؟ أنا أسفة يا مازن، بس الحقيقة مشاعرك الجميلة دي أنا مش هقدر أبدلها معاك، لأن في حاجة تانية شغلة بالي. ايه اللي شاغل بالك عاد؟ الدراسة وكده؟ احنا اكيد مش هنتجوز غير بعد ما نخلص الدراسة، ما تجلجيش من اليمة دي. لا يا مازن انت فهمتني غلط، عموما انا مش هقدر اقف معاك اكتر من كده، صدقني المحاضرة خلاص هتبدأ اهي، لو سمحت ما تحاولش كمان تقف معايا بالطريقة دي علشان انا مش عايزة مشاكل. انا غريبة عن الصعيد ومش عايزة حد يتكلم عليا. عن اذنك. طلعت رناد وهي مش مرسية مازن على بر، هي موافقة بمشاعره دي ولا لا؟ هي بصراحة الحكاية مفهومة، لكن هو كان متعلق قوي برناد لدرجة ان عقله ما ترجمش انها ممكن ترفضه. وتاني يوم رجع مهران البلد، واول ما وصل سهير جريت عليه وحضنته وهي مش مكسوفة خالص من ولادها ولا من اخته ولا من اي حد، وقالت له بحب: اخص عليك يا مهران، هنت عليك تبعد عني 4 ايام بحالهم؟ والله العظيم انت بتستعبط. على فكرة الشوق اللي جابني ليكي بدري، انا كان لسه لي يمين كمان، بس قلت ما هبعدش عن سهير اكتر منك ده. حم حم خبريها عاد يا بوي، احنا واقفين ارحمونا. السنجلة تبكي في زاوية. وانت عترمي ودنك ليا ليه يا ولد الفرطوس؟ مالكش صالح بي انا ومرتي. حمد لله على سلامتك يا اخوي، الف بركة انك رجعت لنا بالسلامة. تسلمي وتعيشي يا غالية. وينها رناد؟ ما وعيش ليها، انا هروح اجيبها من الجامعة، كان حداها سكشن متأخرة، واني قلت لها لما يكون في سكشن متأخرة ما تعوديش الدار لحالك، هاخدك بالعربية. زين يا ولدي زين. يلا بقى يا حبيبي عشان تستحمى وتغير هدومك وتنام شوية في سريرك، اكيد انت محتاج ترتاح. يما عيب يما، داري شوقك لابوي هبابة مش قدامنا. بس يا واد يا يحيى ما تكسفش امك، وبعدين بدل ما تدعي لهم ربنا يهنيهم ويرزقك بالحب الزين ده ويكون في الحلال، انا هطلع دلوقتي عشان ارتاح واتسبح وانعس.
وأول لما أصحى هاجيلك لأني رايدة أتكلم وياك يا عفاف. تمام يا أخوي. وعند أم حسين اتفاجئت بواحد داخل عليها لكن شكله باين عليه الهيبة. أول لما دخل فضل يبص يمين وشمال على المشغل، وساعتها قربت منه أم حسين وقالت له: اتفضل يا سيد الناس، أمرني. الأمر لله وحده يا ست، اسمي منال وبيقولوا لي هنا يا أم حسين، لكن أنت ممكن تقولي منال عادي. خير؟ أنا عندي سنتر للملابس الجاهزة، يعني ببيع فيه كل مستلزمات العروسة، وسمعت عن إن المشغل بتاعك بيعمل موديلات عبايات حلوة قوي، عشان كده كنت عاوزك توردي مجموعة في دماغي هقولك عليها، إيه رأيك؟ طبعا طبعا، وماله، ده أنا هعملك الكوليكشن اللي أنت طالبه كله وكمان بأسعار تنافسية. تمام، بس هي الشقة مش صغيرة شوية؟ أصلا الشغل بتاعي كتير، أنا هطلب كام ألف قطعة، هيقدر المكان الصغير ده ينجز لي الشغل؟ وأنا أهم حاجة عندي المواعيد. هو بصراحة كده المكان ده مش بتاعي، أنا مأجراه، لكن أنا ليا مكان تاني هنا بتاعي في أول الشارع ده وملكي. لو زي ما بتقولوا هنتفق على شغل كتير، أنا هشغل الاتنين هنا وهناك. طب ما أنا ممكن أشتري لك المكان هنا. تشتري لي يعني إيه؟ مش فاهمة. بصي يا محسين، قصدي يا منال، أنا الشغل بتاعي كتير ومش عايز بقى تيجي في يوم وتقولي لي أصل الشقة اللي أنا كنت واخدها إيجار والست قالت لي إن هي عاوزاها وبسبب حركة زي دي يتعطل شغلي. أما بقى لما أنا بقى متأكد إن الشغل بتاعي في مكانه هبقى ضامن إن مفيش تأخير خالص. أنا هشتري المكان ده وهسجله باسمك يا ستي، وهبقى أخصم فلوسه من فلوس الدفعات اللي هتاخديها وحسابنا يعني، وصدقيني مش هاجي عليكي. والله هو اقتراح ممتاز. خلاص أنا هتكلم مع صاحبة البيت وأقول لها إن أنا عاوزة أشتري الشقة وأشوفها عاوزة فيها إيه، بس دولية طماعة قوي، وأنا خاف يعني تطلب بالزيادة على تمن الشقة. لا لا لا، ما يهمكيش، عادي اللي تطلبه تطلبه، لكن اوعي تقولي لها على الشغل الجديد وان في واحد قالك انه عايز يشتري البيت. عشان يعني ما تطمعش اكتر لما تعرف ان انا رجل اعمال. لا لا لا، هو انا عبيطة؟ بس قولي، هو انت صاحب سنتر ايه ومكانك فين وكده؟ مش لما نتفق الاول؟ عموما انا يومين كده وهاجيلك ونخلص الليلة دي. ومشي فؤاد، وساعتها محسين فضلت واقفة وهي سرحانة قوي في اثره ومن جواها فرحانة قوي. قربت منها صفاء وقالت لها: في ايه يا خالتي؟ مالك من ساعة ما الراجل الابيضاوي الاحمراوي ده كان هنا وانتي مش على بعضك؟ عريس ده ولا ايه؟ يا ريت يا بنتي يا صفاء، يا ريت، دي تبقى اتفتحت لي طاقة القدر، شفتي الراجل عامل ازاي؟ مال وجمال وطلة. المهم يعني ما قلتليش مين ده؟ عريس فعلا؟ ام حسين بلاوي تبوظ: لا يا اختي، هو لحد دلوقتي جاي في شغل، لكن بلاش تنبري وتحطي مناخيرك فيها علشان تكمل. انا نازله العزيزه تحت اتكلم معاها في حكايه كده، بلاش تعملي حركه كده ولا كده، مش ناقصين مشاكل مع حسن ومراته ولا ولاده. ما خلاص بقى، ما انت حددتيلي اقامتي جوه المشغل وفي الجامعه. كانت واقفه ريناد قدام باب الجامعه، وبعد شويه جه فارس واخدها، وكل ده كان مراقبه مازن اللي كان واقف مع صاحبه ولاحظ ان هو سرحان قوي. ساعتها قال له: خبريه عادي يا مازن، وعيلك هتطلع لجريبتك دي، اديلك كتير. ها هتقول حاجه يا محمد؟ لا ده انت قصتك قصه، تعالى نقعد على كافيتيريا قريبه من هنا وتحكي لي كل حاجه. وفي العربيه كانت راكبه ريناد جنب فارس، وساعتها قال لها: اتاخرت عليكي؟ مستنظره اديلك كتير؟ لا خالص ما اتاخرتش يا فارس، بس كان فيها ايه يعني لو كنت جبت اي مواصله وروحت على البيت ما كانش هيحصل حاجه. قلتلك ما تتحدثيش في الموضوع ده تاني، لما يبقى عندك سكاشن بالليل ما هتروحيش لحالك واصل والموضوع ده يتقفل وما نفتحوش تاني واصل. سمعتي حديثي ولا نعيده تاني؟ ما هنفتحوش تاني واصل. تمام يا باش مهندس. يا بوي ضحكتك زينة جو يا ريناد، نفسي محدش يوعلها غيري واصل. يا جمر الليالي، يا نجمة حلمت بيها ودعيت من ربنا انها تبقى من نصيبي، متى يا روح الروح هتبقي من نصيبي وتحسي باللي جوايا؟ ايه يا فارس في ايه؟ انا بقول ان انت تركز في السواقة علشان ما نعملش حادثة، بعد الشر عنيكي، انا فديكي بروحي يا حبة القلب. وقتها ريناد طبعا قلبت حرفيا فراولاية على طماطماية على كل الفواكه اللي في الدنيا، وفضلت موطية راسها في الأرض وما رفعتهاش خالص غير لما وصلوا عند البيت. ولما اطمنت ان العربية وقفت لسه هتفتح الباب وتمشي، لكن اتفاجأت ان الباب مقفول الكتروني. ساعتها رجعت راسها بالراحة ناحية فارس اللي لقيته بيبصلها بحب وبيقول لها: بحبك ونفسي اسمعها منيكي، لكن وقت ما تكوني حساها حساها وبس. لو سمحت يا فارس افتح باب العربية، بلاش تحطيني في الموقف ده، انا بجد مش عارفة اتلم على نفسي.
أنا كل اللي رايد أعرف منيكي حاجة واحدة بس، أنت هتحبي إنك تسمعي مني الحديد ده ولا تتضايقي؟ لو حديثي هيضايقك أنا ما هقولهوش تاني واصل، لكن أنا عندي أمل كبير إنك تكوني حاسة بيا ولو بنسبة صغيرة. اتكلمت رينات في نفسها وقالت: انت عملت فيا ايه؟ كل كلمة بتقولها بتزلزل كياني، لكن انا ما اقدرش اقولك الحاجات دي دلوقتي، هخاف واتكسف. نفسي اقولك اني بقيت بفرح لما اشوفك وبستنى ان انت تيجي وتقولي الكلام ده اللي بيحركني من جوايا، لكن انا ما عنديش الجراءة اقول الكلام ده على الاقل في الوقت الحالي. ساعتها فارس كان باصص في عينيها قوي وقال: ياه، كل ده جواك يا ريناد؟ ايه ده، في ايه؟ انا ما فيش حاجة جوايا. خلاص افتح بقى الباب. الله يخليك، هفتح عشان عينيك طمنتني، واني هستنى كل الحديث اللي قلتيه بينك وبين حالك تقولهولي قدامي. فتح فارس باب العربية، وساعتها ريناد راحت على البيت وهي بتقول: ايه ده، في ايه؟ هو مخاوي ده ولا ايه؟ ونفوق كده مع بعض من اللحظة الرومانسية الجميلة دي، ونروح بقى عند عزيزة وام حسين اللي كانت ام حسين بتعرض عليها موضوع شراء الشقة. ساعتها عزيزة قالت لها: هو انت بقى يا ام حسين معاكي تشتري الشقة دلوقتي؟ ليه، هو المشغل بتاعك بيكسب قوي كده؟ انت ما بقالكيش شهرين معانا، هو في ايه بالظبط؟ جرى ايه يا حاجة؟ انت هتقري عليا ولا ايه؟ يا ستي كنت عاملة جمعية وفي كده كم مصلحة ربنا كرمني منهم وناوي اجيب الشقة، بس عايز اعرف تمنها. مهرها غالي قوي الشقة دي يا ام حسين، دي شقة ابن الله يرحمه، وانا ما كانش عندي نية للبيع خالص، لكن ممكن النية دي تتوجد لو السعر يستاهل. يا ستي هنجيب سمسار المنطقة وهو يقيم الشقة، واللي هيقول عليها ادفعهولك. لا لا لا، سمسار ايه؟ السمسار ده هيحسبها حطان وأرضية وعدد أوض، لكن أنا بقولك الشقة دي كانت شقة ابني حبيبي حامد الله يرحمه اللي مات في عز شبابه، يعني ليها ذكريات جامدة عندي، وأكيد يعني أنا مش هفرط فيها بالساهل، ثم أنا كنت ناوي أجوز فيها الواد أسامة. بلاش تطمعي يا حاجة، عموما مش هنختلف إن شاء الله، قوليلي بس طلبة كام. يا لهوي، بتقولي كام؟ يا ترى عزيزة طلبت كام من ام حسين خلاها تتصدم قوي كده؟ ويا ترى فؤاد ده ناوي يشتري الشقة لنفسه ولا لام حسين، ولا في ترتيب تاني؟ وهل دي فعلا ما كده بيعملها مهران وفؤاد ورينادة هتفضل في صمتها ده وما تقولش الفارس على مشاعرها، ولا العشق هيغلبها وتقول له؟ ويا ترى مهران لما يسمع قرار عفاف هيعمل ايه؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية. دمتم في امان الله.